مدام إيمان، الو، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله. وبركاته، اتفضلي. أنا مخليك يا سيدة لما أهلا بيكي، نورتينا. كنت بس عايزة أدخل مع حضرتك برضه عن موضوع برضه العصبية بسبب جوزي وكده. اتفضلي. هو برضه هو كان طبعا برضه كان عصبي، بس مش معايا بسبب إن حاجات في البيت معايا بسبب أهله. يعني لو حد من أهله مضايقه في حاجة أو معصبه من حاجة بيجي يزعق معايا ومع أولادي، يعني دايما وخناقات. ممكن انا ما بقاش عامله له اي حاجه، انا او اولادي، انا معايا ولد وبنت، بس بيجي يتخلق علينا على طول. بدات ان انا ايه اسيسه بالراحه، ممكن اسيبه يهدى خالص، ما اتكلموش ولا اقول له تاكل او تعمل حاجه او كلام من ده، واسيبه لحد ما يهدى. برافو عليك. حكالي هو مثلا ايه اللي مضايقه، اسمع له. ما حكاش ما بسالوش. بدا بعد كده من ناحيه اهله برضو، لما بدا ان هو يشد قصادهم بداوا ان هم يتخانقوا معايا انا، يعني تاخدني بذنبه. طب هو انتي طرف في مشاكلهم؟ لا، ممكن يبقى مثلا ايه ان انا ما رحتلهاش، او هي تعبانه وانا ما جيتش مثلا رحت لها بسبب عيالي في المدارس او كده، تقولي مثلا انت ما سالتيش فيا، انت ما عبرتنيش او كده، حاجات دي شبه كده العقلة، دي يعني. الست العقلة اللي احنا بنقول عليها. هي بتلاحظ، هي لاحظت ان هو لما بيرجع من عند اهله حصل ايه؟ في مشكله متوتر وخارج، فبدات فهي تبعد. ابتدت تشاهد ده، ما انا فابتدت بقول لها برافو تستوعب، عليكي. فابتدت تستوعب ده. ده اللي كنا بنقوله بالظبط لام احمد. لكن يعني انا بحيي حضرتك طبعا على ذكائك الاجتماعي ده، لان هو ده بقى، بس مش عايزك تبقي متضرره. يعني ايه؟ يعني مش عايزك تبقي من جوه حاسه انك انت جايه على نفسك. احنا قلنا من شويه، قلنا ان هو ممكن يكون الانفجار بتاعه داخلي على نفسه، وممكن يكون الانفجار بتاعه مش لنفس الشخص اللي اذاه، يطلع في شخص تاني زي ما ما هو هي ده اللي قالت. بيحصل مع مدام ايمان، مظبوط يا مدام ايمان؟ بالظبط كده. تمام، وممكن اتفضلي. بقى بس التالت. عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. اتفضلي. هو من النوعيه اللي بيحب يرضي امه قوي، تمام. يعني ما يحبش ان هو يزعلها. اي حاجه تقول له عليها يقول لها حاضر، حتى لو على حسابنا، على حساب بيته، وعلى حساب هو نفسه، هو راحته هو، او حاجه طب ضايقه على مصلحته هو. سيبي على حساب نفسه هو، لأنه دي أمور خاصة بينه وبينها. على حساب بيته لا، زي إيه؟ بدأ بقى ان هو بعد كده بدأ ان هو الاخ الكبير، وليه اخ تاني وليه بنت اخت تانية صغيرة. هو الاخ الكبير بدأ ان هو كل ما بيراضيها في كل حاجة، بدأت هي حاسة ان هو لو جه بقى اعترضها على حاجة، من هنا بتبدأ بقى المشكلة معاه. بتبدأ تقول له انت اتغيرت، انت ما كنتش كده، ايه اللي عمل فيك كده؟ ما هي مراتك هي اللي قالت لك ماشي، او حاجة يعني زي الكلام ده كده. وهي بتقول لي الكلام ده في وشي، هي بتقول لي انت اللي قلتي لابني كذا، وانت اللي خليتيه يعمل كذا. اقول لها انا ماليش دعوه، انا طلعيني ما بين اللي انت وابنك، انت اللي ما بينكم خارج، انا طلعيني بره الموضوع. انا برافو عليك. كويسه معاكي، باجي بشوفك انت محتاجه ايه، بعمله لك اللي انت عايزاه بجيبه لك، اكتر من كده ما فيش. لا، انت طرف الموضوع، انت طرف الموضوع. حتى برضه هو كان بيسافر بره في دوله عربيه، وجي قعد، هو تعب، قعد حوالي 8 سنين بيسافر، وبعد كده حصل له ظروف تعب وكده، فقال لك انا مش هسافر تاني، وكان جوز اخته. تمام. جت بعد كده بقى لما قعد من السفر قالت لي انا بدا عليكي انت، هي انت والدته عندها قد ايه؟ 53 سنه. مش كبيرة. طب انا اسال حضرتك سؤال. يعني هو انت حضرتك توصفي وصف جميل جدا حياتك وحياة زوجك. انت بقى واضح انك انت بين السطور في الم معين عندك انت، او شكوى معينة ممكن تشركينا معاكي فيها؟ يعني انت ايه مشكلتك بالتحديد يا مدام ايمان؟ انا بعمل لها اللي هي عايزاه، تمام ومع ذلك انا مش شايفه منها معامله كويس. فانا تمام عم بكلمه بقول له ان انا ايه، انا مش عايزه خلاص، يعني انا عايزه ايه، اني على قد ما اقدر ان انا اقتصر بحياتي، اروح لها واسلم عليها وكل حاجه، بس ما اتدخلش في شؤونها ولا تتدخل في شؤوني، واولاد ابنها يروحوا لها ويقعدوا معاها وكلام من ده. لان هي بدات ان هي بقت بتسمع كلام كتير من هنا ومن هنا، وبدات ان هي ما تتعاملش معايا كويس، يعني ما بقتش ترد عليا على التليفون، ما بقتش ترحب بيا في بيتها، كل ده. طيب. فانا بقيت عايزه اتكلم. هو مش عايز كده، هو عايزني لا، اللي انا بقول لك عليه تعمليه، يعني تروحي لامي، وحتى لو ما بيتكلمكيش، حتى لو مكشره في وشك، حتى او كل ده. هو بقى دلوقتي لما بيشوف معاملة اخوه مع والدته، اخواته يعني اخواته الاثنين مع والدته، بدأ ان هو يقول لها ايه، لا انت ما بتعمليش معايا ان انت بتعملي معاهم، انت ما بتعمليش معايا كده، انا اي بصي حاجه اقولها لك انت بتتنرفزي عليا يا امي، انت بتتعصبي عليا. بصي علاقته هو ومامته مع بعض مالكيش دعوه بيها.
احنا خلينا فيكي انتي دلوقتي، سؤالك ايه بالتحديد ومشكلتك ايه بالتحديد معاهم اللي انتي بتسألي الدكتور عليها؟ انا دلوقتي لما انا بكتنب ان هو عصبيته كده لما بيدخل البيت، يعني في اي تصرف تاني ممكن انا اعمله؟ اقول له مثلا ما يدخلنيش معاه، ما هو هي مشكلة بتبقى من هنا، من ناحية والدته عصبيته، من ناحية والدته ومن ناحية شغله، فالاتنين بيجوا صب عندي انا في البيت في الاخر، تمام. يعني بيجي ما بيبقاش في حاجة ناقصة بص عنده في البيت، خلاص تمام، كلها طيب اسمعيني طيب وهنجاوبك. حاضر. تبين يا مدام ايمان، بصي، هي باين من مرارة صوتها ان في حاجة عندها، في شكوى، هي بترصد صح ورصد الامر صح، بس هي زي ما انت قلتي وزي ما احنا قلنا، كنا بنقول زمان دايما الست اللي تحط نفسها بينها وبين ام جوزها خسرانة هتتفرم. خسرانة. وده كمان عكس البر بالوالدين، فاحنا المفروض نشجع ده، والمفروض تاخد هي بونط عليه، يعني تاخد طبعا ادفانتج. ازاي تاخد ميزه؟ يعني انها تروح تسبورت، يعني تدي له الدعم، ربنا يقويك عليها وعلى مطالبها وخليك جنبها، وانا عارف الناس كبيره ما تشغلش وانا بالك جنبك وانا جنبك، ومعاك وتقفش ما وهسندك تقفش عند الحاجه اللي بتطلبها منك. لو اتدخلوا في حياتها شويه هي اللي تقول له ولا يهمك مش مشكله، ما تقصدش، هي اكيد عايزه تتدخل او حتى عايزه لو انت تنصح. متضايقه، ما هو ده هو ده التوازن في العلاقات اللي احنا بنبقى بنعمله سواء برضانا او غصب عننا علشان خاطر الدنيا تكمل. يعني هي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كده، يمكن اول مره اقولها في البرنامج عندي كلامي. احنا عندنا دايما ربنا خلق لنا عينين، ايوه، في منهم عين بنسميها عين الدبانه وعين النحله. ربنا سبحانه وتعالى ادى مميزات لعين النحله انها ما بتراش غير الزهور والفاكهه والحاجات اللي هي الايه الخضراء ديت، وعين الدبانه بتروح على الحاجات التانية اللي هي القاذورات والحاجات السيئه، هي عشان ما اكلها هناك وشربها هناك. احنا عندنا العينتين، هنشغل انهي عين؟ هشوف اللي قدامي بعين ايه؟ لازم نعرف التركيبه دي، عشان ليه بنركز قوي مع حد بنشوف مساوئه بس وفي واحد تاني بنشوف حسناته بس؟ دي بقى طبقيها في كل الحياه، يعني سواء بالنسبه للخارج او بالنسبه لداخل البيت نفسه، بالنسبه للزوج، بالنسبه للزوجه. ممكن انا اشوف، يعني في مثل دارج بيقول لك هو انت ما بتشوفش غير نص الكوبايه الفاضي؟ ايوه، لا، يعني هي مش كده، التوضيح ده هيبقى اقرب شويه، انها قدره شخصيه بتبقى ليها دوافع داخليه احنا ما نعرفش عنها حاجه، هي اللي بتخلينا يعني نقسى على حد معين وما نشوفش غير مساوئه. فبالتالي الانسان هنا واجب عليه التساؤل مع نفسه، ليه انا ما ببصش بس غير على الحاجه السلبيه بتاعت الشخص؟